بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب، واليوم بشرب شاهي طبعا زي كل مرة. اليوم إن شاء الله تعالى راح أتكلم عن طريقة استخدام FFmpeg لتصوير الشاشة. طبعا الأغلبية زي ما أنتم شايفين عنوان كيف أقوم اللي هو أنا، تمام، لأن الأغلبية يسألون عن طريقتي تصوير الشاشة، مو بواضح إني أصور الشاشة ولا تحت شيء ولا في إنه، بينما أنا أصور الشاشة. الطريقة بسيطة جدا، راح نتعرف الحين على طريقة تشغيل الـ FFmpeg لتصوير الشاشة في فيديو، وأيضا طريقة عرض وجهك بالفيديو نفس ما أنا جالس أسوي. خلكم معي، خلونا نشوف شو راح نسوي اليوم. هي غمزة عاد افهموها. حياكم الله. بالنسبة للبرنامج راح استخدم التسجيل اسمه FFmpeg. طبعا في برنامجين اقترحهم عليكم غير هذا، اللي هو ريكورد ماي ديسكتوب، وبرنامج ثاني اللي هو كازام بالشكل هذا، تمام. لكن هذول فيهن البطء وفيهن الدقة يعني ولا مش ولا ود، لذلك انا استخدم FFmpeg طريقة طويلة لكن سهلة. تركيب FFmpeg، طبعا بعض التوزيعات تجمع FFmpeg لكن من باب الاحتياط. بالنسبه للارتش لينكس باكمان اس اف اف ام بيج، بالنسبه للابونتو لينكس مينت سودو باكمان عفوا سودو ابت جيت انستول اف اف ام بيج، بالنسبه للفدورا سودو واي يو ام انستول اف اف ام بيج، بالنسبه لل شو اسمها هذه الزوزه زبر انستول اف اف ام بيج. الآن خلصنا تثبيت البرنامج، راح نسوي تحت في عندكم رابط. الرابط هذا عبارة عن توجيه إلى صفحة أنا سويت السكريبتات من الآن فصاعدا. أي سكريبت أعطيكم إياه راح أتأكد منه، راح أسوي له تحديث إلى آخره بحيث أنه يكون معكم دائم. لذلك راح تفتحون الصفحة اللي أعطيتكم إياه تحت. أوكي، هذا هو الصفحة. طبعا الصفحة ما زالت تحت الإنشاء، فيها أخطاء وفيها حاجات ثانية، لكن اللي يهمك إنك راح تحصله مع الإضافات هنا. الآن موجود بس بعد ما خلص الفيديو راح أضيفه هنا. راح تحصل اللي هو مكتوب لك FFmpeg، حمله وفك الضغط عنه. بعد ما تفك الضغط عنه راح ينتج لك ملفين. الملف الأول اسمه Fixed Casting، والملف الثاني اسمه Kill All. زي ما أنتم شايفين راح أظهر لك بالشكل هذا. راح أظهر لك اللي هو Stop Casting عفوا، واللي هو فيكست كاستنج. ستوب كاستنج راح يوقف التسجيل، والفيكست كاستنج راح يسجل. اوكي، اولا لازم بالنسبه للملف فيكست كاستنج لازم اعلمكم مش موجود داخله، لانه فيه حاجات او تعديلات جذريه مهمه. اول شيء دقه الشاشه وابعاد الشاشه، والشيء الثاني مداخل الصوت. افتحه باي محرر نص عندك، راح افتحه عن طريق كيت. اوكي، هذا هو. طبعا الشغلات هذه ما لها قيمه، ما لها قيمه، خلينا نحذفها. حتى اللي تحت هذا ما له قيمه، انا حاطه كمثال لكن راح خلونا نشيله عشان ما ندوهكم. اوكي، بالنسبه طبعا زين تشوفون يستخدم FFmpeg. لو نسخت هذا ولصقته بالطرفيه راح يبدا يسجل. احنا سوينا شل سكريبت علشان يشتغل معكم بسرعه. يهمك تعرف اول شيء انه لو ما طلع الصوت غير من ألسا الى بلس على حسب اللي تستخدمه، هل هو ألسا او بلس، لكن غالبا ألسا راح يشتغل. ايضا انا حطيت بدل الاثنين اللي هو مدخل الصوت ثنائي واحد. يهمك ايضا اللي هو كم عدد فريم بالثانيه او اطار بالثانيه، حطيت 15. ابعاد الشاشه، اذا كنت على لابتوب غالبا اللابتوبات راح تكون 1024 في طبعا اكس تكتب هنا في 768، تمام. تاكد من دقه شاشتك. طبعا التأكد بسيط، راح تكتب بالبحث عندك بالجنوم او الكي دي اي مونيتور، راح يظهر لك الشاشه، راح يظهر لك ابعاد الشاشه، تمام. ايضا يهمك وين يحفظ بعد ما انك تسجل، راح يحفظ وين زي ما انتم شايفين هنا، يحفظه بالفيديوز مجلد الهوم حقك، مجلد الفيديوز مع اسم الفيديو تاريخه والشغلات هذه. هذه شغلات زي ما تكون كلها جهد شخصي، ممكن تعدلونه انتم على راحتكم، تمام. بس هذا هو الملف. بعد ما انكم تخلصون الملف هذا او انكم بعد ما انكم تسوونه، شيكوا على الملف الثاني، ما فيه شيء الملف الثاني غير كل اول، تمام. بعد ما تفك الضغط، طبعا باي مكان فكيت الضغط، نفترض فاكه بالداونلودز، راح يظهر لك ملفين، تمام. وش راح تسوي؟ راح تكتب change mode بالشكل هذا،
طبعا خلنا ندخل على الداونلود سي دي هوم، اسم المستخدم حقك نسمع عبد المجيب، داونلود مثلا. اوكي سوينا الملفات هذه على السريع. ايش راح تسوي؟ راح تكتب تشينج مود زائد اكس فيكست كاستنج وايضا ستوب كاستنج، تضغط انتر. بالشكل هذا انت اعطيته ملفات تصريح انه تشتغل. الان لو ضغطت على الملف دبل كليك راح ابدا يسجل الشاشه عندك. بالنسبه للابونتو لينكس مينت او بالاصح الواجهات جنوم ويونيتي وسينمن وايضا اكس اف سي اي واغلب الواجهات، راح يظهر لك نافذه مكتوب فيها رن او رن انترنال بالعربي فتح او تشغيل، تشغيل في الطرفيه. لما تضغط على تشغيل في الطرفيه راح يشغله بالطرفيه تشوفه يبدا يشتغل، لما تشغله بالرن عادي ما راح تشوف شيء. اذا خلصت مسجل راح تضغط دبل كليك على ستوب كاستنج. اذا حاب انه يظهر وجهك زي ما انت شايف هنا، تحمل برنامج اظهار للكاميرا، واحد من البرامج اللي هو تشيز زي ما انتم شايفين، هذا اسمه تشيز او ويكس كام او جي يو في سي فيديو، هذا هو اللي نستخدمه حاليا، غير موجود بالارش بالمخازن الرسميه، تحتاجون تطلعونه من الاي يو ار. نقطه مهمه، الاف اف ام بيج ما اعرف هل هو مشكله عندي انا او مشكله بالارش لينكس، في اصدار واحد لازم تستخدمه علشان تزامن الصوت مع الصوره، وايضا في اللي هو اكس 600 و 206 و 264، في اصدارات معينه لازم ان تستخدمهم بالحزام هذه. خلونا نشوف الاصدارات. بالنسبه لاصدار اف اف ام بيج زي ما انتم شايفينه هنا، واحد بعدين نقطتين صفر نقطه 11.1، طبعا راح يكون موجود تحت اسمه بالوصف. بالنسبه للوكس كام، عفوا مو بالوكس كام، اللي هو اكس 264 حزمه اسمه كذا، تمام. هذه راح يكون تاريخها 13/11/2012، تمام. هذه هي بالنسبه للارش لينكس. درس اليوم انتهى. لما تحب انك تسجل دبل كليك على هذا الملفات، هذه راح يشتغل معك ان شاء الله تعالى. تعلمنا اليوم اننا نصور الشاشه، لذلك اللي حاب يسوي شروحات الان ما عنده شيء يمنعه من عمل الشروحات، لكن اتمنى من ان اي شخص يسوي شروحات لينكس يبتعد تماما عن الاشياء التي تم ذكرها من الناس اللي شرحت لينكس، يعني اشرحنا شيء حلو، ويبتعد عن التعميم، يحاول انه يتخصص بشغله معينه علشان يفيدنا بشكل كبير، وانا راح اكون اول متابعين له. انتهينا. اللي يعجبه الفيديو يسوي اعجبني، واللي بيعجبه لم يعجبني. اذا حابين تنشرون الفيديو هذا لاصحابكم تحت فيه مشاركه، اضغطوا عليه وانشروه على الفيسبوك على تويتر، واللي ما سوى اشتراك يشترك معي بالقناه، ونشوفكم ان شاء الله بدرس جاي.